تغيير الصاجة لكزز 2016 الله يطعمه من خيره في الشر يا رب. لا سالمة لحقها طقيقات خفيفة وسافي شوف عينكم بيقول بها يركب صاجة جديدة. إذا بغي يغير الزيت من أول لازم تفك الصاجة صح ولا لا؟ الغطاء. وإذا بغيت تغير السيفون لازم تفك الغطاء. الحين من دون فك غطاء توكل على الله. الله تبارك هذا اللي هم بعد ما خلصوا طبعا شوفت عينكم ميزة في الصاجة فيها فتحة للسيفون للبنزين وفتحة للسيفون حق الديزل تقدر تركبها على البنزين وتقدر تركبها على الديزل مسكرة على الخانة هذه اللي عند الاديتر. الشغلة الثانية يا جماعة الخير مثل ما وريتكم قبل شايفين هذه فتحة حق الزيت الست سرندل الثمانية سرندل الصاجة قطعة واحدة زي ما انتم شايفينها كاملة دال هالمجموعة اللي انتم شايفينها هذه كم قطعة واحدة ثنتين ثلاث أربع ثلاث قطع اختصروها في قطعة واحدة شوفت عينكم بهالشكل